ابشر. اسلم يا علي، كنت تتكلم عن المؤتمر والرياليتي اللي صار بعده، اللقطات اللي صارت بعده، ايش رايك بموضوع الفروه وموضوع اقول بالنسبه للمؤتمر، ثم انطلق من زياد، ثم الان بنروح نبارك الراجح على وصوله بشيله هي تعال مليون مشاهده. الف مبروك والله، يجعل ان شاء الله يا رب شاهدين لك لا عليك، واستمر هذا ان شاء الله، هذا نتاج عملك في البرنامج 67 يوم وتالق، والقادم احلى باذن الله، واسال الله التوفيق لك في البومك القادم وصوت شدي باذن الله نستمتع فيه في علي القادم. كنتوا تلعبون اللعبات هذه الحبل؟ كنا نلعب واحد طش. ايوه لعبنا واحد طش ذاك مع الهواء. واحد من الشباب اندس فوق المناره من الحين، اللي اذا بتلعبون واحد طش روحوا شيكوا على المناره على طول. واحد اندس فوق المناره ما لقيته. ما لقيناه، شيطان راح فوق ما توقعناه. جميلة كانت والله ما انساها. كنا نلعب بعض الالعاب العادية الطبيعية، كل واحد يلعبها يعني حسب القدرات اللي عندك، يعني انا الان في جيل كل واحد لعبته في جواله. جميل. فانت عيش في واقعك في اي لعبة قدامك. في مجموعة من الشباب في التميس، لكن سلمان الباهلي معنا. سلمان الباهلي ارحب وشوق، حياك الله حبيب قلبي انت حبيبي علي الغامدي، حياكم الله يحييك. هلا والله بالزين سلمان، سم يا ولا نقول منشد سلمان، والله اللي يجوز لك، لا تهمني الاسماء بقدر ما يهمني المعنى والاشياء اللي بقلبك. يا سلام، الاشياء اللي بقلبي تعرفها انت، لكن نبغى الاشياء اللي بقلبك انت عطنيها. كيف؟ اقول الاشياء اللي بقلبي تعرفها انت، لكن الجمهور يبغى الاشياء اللي بقلبك. يا حبي لك والله، ابد سمني ما بغيت. جميل سلمان، سم يا حبيبي. في اعمال لك في البرنامج ان شاء الله تنزل؟ اعمال والله فيه، في انا ان شاء الله عندي طبعا احتمال الجمعه الجايه عباره عن ابوريت عن الوحده العربيه. جميل، عباره عن الوحده، يعني ابوريت متكامل عن الوحده العربيه باذن الله، انه راح يكون الجمعه او اول اسبوع الجاي باذن الله. يا سلام، هذا اقرب شيء. وفي عمل ثاني راح يكون عن موضوع الفقر، عباره عن مسرحيه ومشهد بنسويه مع انشوده، راح تكون بلاي باك يعني. يا سلام، مشهد وانشوده. علي الغامدي معك. مساك او صبحك الله بخير سلام. هلا والله حبيب قلبي، هلا. انا اقول مرحبا بالبلبل يا حبيبي. والله الله يسعدك ان شاء الله يا رب، من الصوت المنصات الممتعه في البرنامج. الله لي الله لي. وش تسب وش سالفه؟ لا لا حبيبي، انا اقول 67 يوم عرفنا سلمان، باقي 23 يوم نعول عليك أن نرى أفضل وأجمل. ما بيك توقف، يعني في شنو أقول لك، يعني في جواتك شيء أتمنى أن يطلع بعد زيادة، يعني هاي. فكرة اللي قبل شيء قلت أتمنى أن أطبقها بأسرع وقت ممكن، واللي هو ملحمة الوحدة العربية. ملحمة ولا وش تسوي؟ أبوريت. أبوريت أبوريت عن الوحدة. أنا أتمنى أنه تخلي ملحمة كاملة، ملحمة شعرية إنشادية، يعني ما شاء الله تبارك الله، هنا نشوف شباب شعراء، يعني مقطوعة إنشادية ثم مقطوعة شعرية ثم مقطوعة إنشادية ومقطوعة شعرية، جميلة جدا لو طبقوها. بينكم شعراء وبينكم ما شاء الله تبارك الله منشدين، حول 8 أو 7 منشدين. صحيح، 10 تقريبا. أنت علي حلو، فتحت لي آفاق ثانية ممكن تفيدنا، ممكن أخلي مشهد. سجل الفكرة حبيبي علي، بالعكس والله. طبعا يعني ما كان ودي أقوله، لكن بشكل حصري لكم، بحيث ان الناس تدري اننا قاعدين نخطط الاشياء باذن الله انه راح تعجبهم، وباذن الله انه يكون عمل خالص لوجه الله عز وجل. تستاهل يا سلمان، وشد حيلك. الله يعينك. ما بقي لنا 23 يوم، نحتاج منك الاكثر والاكثر. وسؤال اخير. سم. بالعكس الجاي اكثر حبيب قلبي، تفضل. سؤال يا قلبي. سم. بتدخل برامج الجاي؟ اخذت سؤال مني يعني. انا على الجرح وكانك ما دريت. أسلم. والله سويته يا علي. والله يا حبيب قلبي شوف، ودي اقول لك ودي ادخل، بس يعني تدخل الله يرحم شبابك ادق في عينك. لا والله الود، والله صراحه ما ودي ادخل، لكن في حال اني دخلت يعني مكرن اخاك الابطل، يعني الحمد لله سويت اللي علي، اذا دخلت برايم. بس فيك ميزه سلمان. الحمد لله على كل حال. سام وش في ميزه؟ انت مستمتع بالبرايمات. والله مو جاي تمزمز، باقي تجيب من ستات تدخل برايم ما شاء الله. لا والله والله يعني شوف، ترى البرايم يكفي انه ضغط نفسي، والله تدخل بضغط نفسي وتتعب نفسك وتتعب الناس اللي وراك. انا والله يعني لو تخيرني تقول سلمان ودك تدخل ولا ما ودك تدخل؟ والله ما ودي، بس شيء بوليت فيه والله انه ابتليت فيه. سلمان سم، بيني وبينك ودك تدخل؟
لا والله والله ما ودي ادخل. ما ودك تحطم رقم القياسي؟ لا والله لا بالعكس ما ودي ادخل. حتى بعض الناس يقول ادخل زين رقم قياسي ما ادري ايش. لا والله انا والله ما ودي ادخل. سلمان حبيبي سم ابراهيم السابق كم طلعت منه ب ايوه انت تدخل تلقط فلوس السابق كم تطلع منه برصيد؟ انا الظاهر اجمع بقربة من شقة. خليك من شقة. اي والله والله اجمع قروش ما ادري وين يروح. سلمان حبيبي كم طلعت من ابراهيم السابق؟ كم كسبت من ابراهيم الماضي؟ كسبت يا حبيب قلبي 340 الظاهر. انا اقول سلمان جالس ياخذ دعم من راسه، جالس يدخل برايم وياخذ رصيد ويطلع، جالس يدخل برايم وياخذ رصيد، يعني بالعربي زيك زي اللي اخذ 400 ريال دعم. صح انت تاخذها بذراعك يا سلمان. الله الله. هي شوف البرايم انا كلام قلته، البرايم عباره عن لعبه حلو، لا يتقن هذه اللعبة إلا من أو زي كذا. هي عبارة عن لعبة. طيب. يعني اللعبة هذه لها مخاطر مخيفة سلمان. أكيد سلمان سم في لك ترتيبات خارج البرنامج مزاجتك اليوم رتبتها شيء؟ كيف؟ ولا ما بتتكلم عنها؟ كيف ترتيبات؟ في شيء برا البرنامج مزعجك أو بترتبه أو كذا؟ أبرتب أني أسويه بالبرنامج؟ لا 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 في ارتباط خارج البرنامج مزعجك، في شيء بتقول له ولا؟ لا لا الحمد لله أمور طيبة. إيه الحمد لله الأمور يعني تيسرت يعني الحمد لله. إيه طيب سلمان حبيبي أخذ كلمة من علي الغامدي. أنت أكثر واحد في الشباب لن يخاف البرايم النهائي. حلو. أخذت يمكن قرابة 6 برايمات أو 7 برايمات. حلو. هذه جرعات كفاية أنه تعيش البرايم النهائي بأعصاب باردة. إحنا الآن نخاف صراحة على مخلد. مخلد اكثر شخص ممكن ما دخل برايمات يعني ما دخل برايمات. لا هو وراجح وفارس، هو راجح ومعاذ. انا اقول هو وراجح وشاعر. ختم بس مع سلمان. سلمان يعطيك العافيه. دقيقه تقول شيء راجح. وبالنسبه انا اتكلم عن مخلد لانه مخلد حاط بطنه بطيخه صيفي ما عنده شيء يعني خلاص. صح. بالنسبه خلاص درعين انا نايم نهايه برنامج من ناحيه انه ما اخاف من البرايمات ولا اخاف لانه من اي ولا شيء، بس انه ايش اجمع رصيد عشان البرايم النهائي. طيب عبد سلمى الباهلي يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو شوق. الله يجزاك خير. وقدامك منافسه ولعبه خطره، انت جالس تلعب بالشوك. موفق خير. الله يوفق يا رب دعواتكم. حياك الله. الله يسلم. سعد القحطاني. من هو ذا؟ اي خوينا. ايه. في قرب في الشخصيه صح؟ سعد ناحيه البرايمات. سعد وسلمان. ايه. بس سعد كان يجلطنا في البرايمات، والله كان يجلطن. سلمان شوي نوعا ما بارد اعصاب، سعد شوي ما انه حار. ويعني ربش نوعا ما من ناحيه الموقف، فتلقاه يعني شوي على المسرح، لكن ما شاء الله اذكر سعد كان يدخل في البرايمات ويطلع برصيد غير طبيعي، بس كانت السياسه عندنا سابقا اللي هو تجمع تاخذ رصيد خويك اللي كان في القريه، مثلا دخلت برايم ورصيد 2000 ريال ما تاخذ الرصيد اللي في برايم، لا تطلع تاخذ رصيد خويك اللي في القريه يقسم على الخمسه الباقيين. اوه يقسم يعني 2000 ريال تقسيم خمسه يطلع كل واحد 350 ريال اتوقع. جميل. فسلمان قرب الشخصيه وانا اقول هو ملك برايمات زد رصيدك خمسه. جميل. بلبل زد رصيدك خمسه والله يوفق ان شاء الله يا رب. وش تقول للشباب في نهايه البرنامج في اخر لحظات البرنامج؟ مو كلام، مو برنامج كلام اليوم، برنامج زد رصيدك. انا اقول لو كنت متسابق وش راح تسوي يعني؟ قبل كل هذا فقدناك يا فواز والله. مين فواز يا اخي؟ ما والله يرجعك بالسلامه وما لنا غنات، والكرسي ما لنا غنات عنك، ويستاهل ابو شوق، لكن ابو شوق بيرجع ان شاء الله هنا باذن الله المكان ذا حقه. والشباب باذن الله ما جابوا لي فروه. ما جابوا لك فروه والله. لا اسلككم بكره اصبروا، ما جبتوا لي فروه. إيه والله انا ما طلعت فروه. شفت كيف علي؟ لا جاك خالد حام منك يسعى. طيب كلهم من هم يجون يسعون يعطوني. لا يا شيخ الوضع مره مزري عندكم. طيب على طاري من اللي قلت لكم شيء اللي الله يذكره بالخير؟ ترى نسيت انا سامح. فواز الحارثي الله يستر عليك يا فواز ويسر لك امورك وان شاء الله عاد لهالكرسي وما لنا غنات عنك، لكن نختم على انغام فواز الحارثي ليالي الشتاء البارده ادفئوها بركعه واذكرونا واذكروا اوطانكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالتواضع رب يزيدك زد رصيدك.
هذا البرنامج برعاية